اللي بتجرح معنا عبد الرازق في مننا نحن نعلمه يعني. فطبعا دكتور جابر اللي برضه فضل الكبير انه بيجي عندنا يعني بيشرشق علينا كل خميس بيجي علينا كل خميس خميسه يعني بيتبع معنا اول باول وهينا ماشيين يعني بدون هذا ما بنعرفش نعيش بهذا الحكي يعني احنا هسه هدول هن شغلنا مصدرنا الرئيسي للرزق دكتور روح عند الدكتور يا بابا. Thank you.